السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكدوا لي عافاكم واش كاين الصوت، واش كتسمعوا مزيان؟ قولوا لي عافاكم واش كتسمعوا مزيان، واش كاين الصوت واضح؟ السلام السلام السلام. حمزه حسين ابو علي كنتاوي عبد المعاط عبد عطي سلام بهجه سلام. ليلى فيلالي شكرا شرف موس جي سلام مزيان لوحدك. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم. موي بيان. نعم، اذا السؤال هو كيفاش كتوقعوا تكون الوضعيه الوبائيه في المغرب من دابا لغايه 10 يوليوز ان شاء الله؟ واش كتوقع ان عدد الاصابات غادي ينخفض ولا غادي يبقى كيف ما هو؟ فين هادشي؟ هادشي في كازا، يعني شارع الحسن الثاني. حنا دابا احدى اقدم الاماكن اللي هو بارك ياسمينة قديما. مصطفى لوزان حنا في خويا في شارع حسن الثاني. الو اذا كيف ما قلت كيفاش كتوقع تكون الوضعية الوبائية؟ إن شاء الله ستفرج بإذن الله. سعيد كرامي إن شاء الله أخويا. ميمون أجوي الله ينزل الرحمة والمغفرة إن شاء الله يا ربي أمين أخويا. هادشي اللي كنتمناو إن شاء الله يكون خير و تكون الأمور طبيعية إن شاء الله، ونشوفوا انخفاض ديال عدد الإصابات ولما لا نحد منها كاع بصفة نهائية. Estoy en Valencia, España, gracias. إن شاء الله. عز الدين فاسي السلام عليكم. السلام اخي.